فوز خلال تلك الفترة الطويلة الثمان سنوات. خاطرة هذه هجمة مناوية وفيها جول. المنامي يأتي بأول أهداف المباراة. مهدي عبد الجبار أظهر بان. مهدي عبد الجبار صديق الشباك يأتي بأول أهداف المباراة. وأنا كنت أذكر بأن البديع لم يحقق الفوز في تلك الفترة، لكن الكلمة تأتي للهداف لطبعا عاشق الشباك ومهدي عبد الجبار. الحكم عبد الله قاسم في اي لحظه تاتي تمريره حلوه فيها ذكاء وخطره، هذه هجمه المنامه عبد الرحمن سيد احمد فيه جول. جول تاج المنامه، تاج المنامه ياتي بهدف اخر كان بحاجه له على طريق اللاعب الاولمبي، هو عبد الرحمن سيد احمد. نعم هو عبد الرحمن السيد محمد. نعم هو عبد الرحمن السيد محمد.